دشن مجلس بلد الشمالية مع عدد من نشطاء البيئة مشروع بذرة خير الذي انطلق صباح اليوم بحملة تشجير أحد مساجد المنطقة الشمالية. المشروع يهدف إلى تشجير المساجد ودور العبادة لتحقيق مجموعة من الأهداف، من بينها تقوية الوازع الديني وتعزيز أواصر الحب والتعاون بين جميع المواطنين. التفاصيل في التقرير التالي. في صباح هذا اليوم بمبادرة من المجلس البلدي الشمالي زرعت بذرة الخير في أحد مساجد المنطقة، متأملين من هذه البذرة أن تجنى ثمارها في قلوب جميع المواطنين بتعزيز الوازع الديني وتقوية روابط الحب والألفة فيما بينهم، وهذا ما يرمي له القائمون والمشاركون في المشروع. وبما أن هذه الأرض هي من تحمي وتحتضن، فأول ما يتبادر إلى الأذهان أن تحظى بحب وتآلف الجميع بتجميل. هذه الفكرة أردنا أن تكون التدشين بهذه الصورة لنعزز من اللحمة الوطنية وبث روح التسامح والألفة بين المجتمع البحريني، ونعزز من هذه الثقافة وندعو إلى لم الشمل وترسيخ مبادئ الوحدة الوطنية من خلال بيوت الله التي هي جامعة لنا وموحدة ورمز من رموز وحدتنا وأصالتنا ووحدتنا كبحرينيين. أعضاء مجلس بلدية الشمالية كان لهم النصيب الوافر في مشاركة أهالي المنطقة في أول انطلاقة لمشروع بذرة الخير ضمن سلسلة من الأهداف التي يرمي الأعضاء إلى نيلها. واليوم اندشنا على أرض الواقع من خلال اللي هو مسجد أجور ومسجد الجواد في مدينة حمد، وهي مثل ما نعرف ان احنا راح نزرع عدد من المساجد التابع للطائفتين بحيث ان نزرع الورود والزهور مع وجود الاطفال، مع وجود اعضاء المجلس وبعض الاهالي من طائفتين الكريمتين. وهذه كان طبعا رساله مهمه اللي هي زرع روح التسامح والمحبه ما بين مكونات المواطنين بشكل عام. نرتقي ان احنا نغطي اكبر مناطق المساجد في المحافظه الشماليه. نتمنى من الاهالي ان يتعاونون ويانا على اساس ان احنا نجني ثمره هذه البذره اللي احنا نزرعها اللي هي لها معاني وابعاد كثيره. اليوم يتني عشان شو اسمه ازرع بذره خير، وحبيت ان اسوي شو اسمه مزرعه هني صوب مسج عشان يصير منظر حلو. وهاي المشروع يقوم على التعاون بين الجهات الحكومية في المملكة من أجل الإسهام في توفير وتسهيل جميع الصعوبات التي قد تكون عائقاً أمام آلية تشجير المساجد ودور العبادة في جميع مناطق المحافظة بأيدي المواطنين والراغبين من المقيمين. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.